مساء الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ذكريات. مشاهدينا، منذ أكثر من ربع قرن وشخصيتنا لهذا اليوم تمارس هوايتها وموهبتها وهي فن التمثيل. حلت ضيفة علينا لهذا اليوم لتستعيد ذكريات أمجاد تلك الأيام وتعود بنا لفترات بعيدة وليست ببعيدة، فهي ما زالت أسطورة السندباد وعلاء الدين والعنقاء. هي المتميزة بعينيها الكبيرتين وعراقيتها اللامنتهية، هي فنانتنا لهذا اليوم الفنانة العراقية هند كامل. أهلا وسهلا بيك ست هند، وأنت ضيفة عزيزة لمشاهدين العراقية. أولا أشكرك لهذا الإطراء الجميل ولهذه المقدمة الحلوة واللي فاجأتيني فيها، ونقول لكم أهلا وسهلا بيكم. أهلا وسهلا بيك ست هند. أرد أرجع وياك إلى منطقة الكاظمية. في دعوة جديدة من دعوات اليونيسيف لتقديم يد العون والمساعدة لأطفال الدول المتعرضة للعنف، تبنت الملكة رانيا العبدالله إطلاق استغاثة اليونيسيف لتوفير الإغاثة لأطفال العراق الموجودين هناك والذين فروا مع أسرهم إلى البلدين المجاورين الأردن وسوريا. حان الوقت لإنقاذ أطفال العراق الذين يعيشون في وسط العنف في العراق، ولتعزيز الرعاية للذين لجأوا منهم إلى الأردن وسوريا. اليونيسيف وضعت الخطط للوصول إلى أشد الأطفال حاجة وتزويدهم بالدعم في مجالات الصحة الأساسية والمياه والمرافق الصحية والتعليم، وقد أعلنت حاجتها إلى 42 مليون دولارا لتوفير تلك المتطلبات. مرحبا وأهلا وسهلا بك أستاذ محمد غني حكمت في لقائنا الثاني. شكرا عن حضرتك ومشوارك الفني. أستاذ، توقفنا في تلك الحلقة عند الأكاديمية وعندما كنت في لجنة اختيار طلاب الأكاديمية. يا ريت تحدثني عن تلك المرحلة، خصوصا أنه زملائك الفنانين كانوا كثيرين يعني، ومع الأسف كلهم توفاهم الله سبحانه وتعالى برحمته، مثل حافظ الدروبي، فايق حسن، كاظم حيدر، إسماعيل الشيخلي، فرج عبو، عبد الرحمن الجيلاني، صالح القراغلي. ذكرياتك في تلك المرحلة وعن زملائك الفنانين. يعني أنا أتذكر الأكاديمية بتأسيسها، كنا بشارع العسكري، بناية صغيرة، بيت بيه كم طالب وكم مدرس. ننقلنا إلى شارع طه، أيضا كان بيت كم غرفة وكم طالب وكم مدرس. المدرج الروماني الكبير أحد المعالم الأثرية التاريخية الموجودة في مدينة الحب الأخوي، مدينة الصغير والكبير، مدينة المرأة والرجل، العاصمة الهاشمية عمان. حول المدرج الذي يتألف من 3 طبقات ويتسع لأكثر من 5000 متفرج، أنشئت أو بنيت أكثر من باب، أحدها للمسافرين، والثاني لسكان المدينة، والثالث لعلية القوم. يعد هذا المدرج أو المسرح الروماني واحد من أهم الأمثلة الهندسية الذي يتميز بدقة وروعة التصميم، فقد اهتم مصمموه بأصول هندسة الصوت وتصريف المياه وسعة المكان، وتراه يوميا يعج بالسياح العرب والأجانب. قبل 1850 عاما بني هذا المدرج وأصبح إرثا روميا. يا ترى بعد ألف أخرى ماذا سترث أجيالنا من حضارة؟ من المدرج الروماني، زينب رشيد، العراقية. مع بداية الألفية الثالثة انتشرت خدمة التوصيل المجاني في العاصمة الأردنية عمان، أو التي تعرف بالفري ديليفري. هذه الخدمة نجدها سائدة في الأردن، ولا تقتصر على الطعام أو الشراب مثلا فحسب، بل امتدت لتشمل خدمات جديدة في قطاعات مختلفة لمواكبة متطلبات الرفاهية التي تفرضها طبيعة الحياة العصرية. هدينا الدكتور عبد القادر، صيدلاني عراقي يشتغل في احدى صيدليات الاردنيه. مساء الخير. مساء النور. مرحبا. اهلا وسهلا دكتور عبد القادر. احنا نسوي تقرير عن الدليفري. نعم. شلون شفت هذه الحاله متوفره في العاصمه الاردنيه عمان؟ نعم، فشغله الدليفري ممتازه، خصوصا تعرفون شغله الدواء، مرات مره عجوز ما تقدر تطلع، او عائله، او رجل كبير ولاده مثلا ما يقدرون يطلعون، فشغله الدليفري شغله ممتازه، أأمل انه تكون عندنا بالعراق. وفي خدمه التوصيل المجاني اجمع الكل ان اقصى وقت تتطلبه الخدمه هي 30 دقيقة إلى ساعة،
ويتحكم في المدة، حجم الطلبية، وبعد المنطقة المراد توصيل الطلب إليها. الكثير يعتبر أن خدمة التوصيل المجاني أو الفري ديليفري خدمة من خدمات الرفاهية التي اتسم بها المجتمع الحديث، ولكن على ما يبدو أنها أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة. لبرنامج عيون عراقية، زينب رشيد، عمان. موعدنا اليوم مع إنسان عشق الفن وما زال ذائبا بهواه كعشقه وحنينه لحبه المعلن وغير المعلن. هادئ عصبي خجول دافئ مشاكس عطوف وفي. منذ طفولته وهو يحلم بدخول عالم الفن والغناء ويشاكس بحياته أقرب الناس إليه. موعدنا اليوم مع الرومانس المتجدد، الفنان المهاجر المغترب إسماعيل الفروجي. تسأليني ليش أحبك ليش أحبك، تسأليني اسأليني عن عذابي عن جنوني. يعني صدق شكرا، متعتني أنا شخصيا. الله يخليك. أنا إذا ما غلطانة إسماعيل فروجي أول من أدخل الراب للأغنية العربية.